شريط سريع هي الحياة، شريط مليء بالذكريات والأحداث، وغير الذاكرة لا يمكن الرجوع إليه. فما ستشاهدونه الآن ليس إلا تمرينا بإمكان الجميع القيام به، تمرينا يقوي الذاكرة. إنما هؤلاء الأولاد ما دون 14 عاما تمكنوا من استخدام قوة ذاكرتهم ليقوموا بأمور تبدو لمعظمنا مستحيلة لا بل محالة. الذاكرة مقسمة لعدد أقسام، في عنا الذاكرة قصيرة المدى وعنا الذاكرة بعيدة المدى وعنا الذاكرة اللي هي الآنية بنسميها اللي واحد بيتذكر شغله وبينساها بنفس اللحظة. بالذاكرة في عنا عمليات أساسية اللي هي القدرة على أخذ المعلومة، في عندي القدرة على تخزين المعلومة، بعدين في عندي القدرة على استرجاع المعلومة بالوقت اللي أنا بحاجة له، وهيدي بالذاكرة طويلة المدى. بآخر دراسة بجامعة هارفرد عملوا على مجموعة من المسنين وتبين معهم التالي، إنه جابوا مجموعة من المسنين بتراوح أعمارهم من 72 سنة لل 85 سنة، وعملوا لهم هن لعبة خاصة، ومن بعد هاللعبة الخاصة اللي عملوا لهم إياها قاسوا القدرة الذاكرة اللي عندهم، تبين معه انه زادت 10%، بعكس كل الدراسات اللي بتقول انه كل ما الواحد يكبر كل ما الذاكرة عنده تنقص. إلى شكرا على المعدات. استخدم المعدات في المادة كآلة عد لإجراء العمليات الحسابية الكبيرة، حيث كان في العصور اليونانية والرومانية القديمة مصنوعا من الحديد والحجارة. مع الرغم من أن المعدات هو آلة موسى، إلا أن الرقم الذي يظهر عليه هو ليس إلا تمثيل للنظام العشري، وهذا الرابط بين المشاهدة العينية والملاحظة النظرية يسهل على الأطفال مثل فهم عملية تحويل قيمة الأرقام الرقم إلى شكل على المعدات والنظام العشري للأعداد. ولكن يمكن تنشيط الذاكرة بتناول أطعمة غنية بالفوسفور، الزنك، المغنيسيوم والحديد الموجودة في السمك والزبيب والتمر والصويا والشوكولا، كما أن شرب المياه يعود بالفائدة الكبيرة لأنه ينشط الدورة الدموية، وكما يقول المثل درهم وقاية خير من قنطار علاج. رشا الكرم، قناة الجديد.